أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. في إطار تغطيتنا لفعالية المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، يسعدني أن أستضيف بالسيد إبراهيم بعمال، مدير النقل الطرقي والسلامة الطرقية. أهلا بكم سيد بعمال. أهلا وسهلا، شكرا على قبول الدعوة. شكرا على واجب. أنا بغيت نشكر قناة ويب تي في التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على الاستضافة وعلى الاهتمام ديالها بهذا الحدث الكبير اللي كتحتضنوا البلاد ديالنا. أكيد، مرحبا بكم سيد بعمال. أول سؤال سيد بعمال، يعني ما هي في نظركم القيمة المضافة لتنظيم هذا المنتدى في المغرب؟ قبل كل شيء أنا كنظن بأن البلاد ديالنا يمكن لها تفتخر أنها كتحتضن هذا اللقاء الأول ديال المنتدى الإفريقي للسلامة الطرقية، وكنظن بأن هذا افتخار واعتزاز لكل مغاربة. ثانيا انا كنظن بانه هذه فرصه سانحه بالنسبه لجميع السلطات العموميه اللي عندها الاهتمام بالسلامه الطرقيه، باش يمكن يكون هذا اللقاء كرافعه من بين الرافعات اللي غادي يعتمد عليها المغرب باش ينزل الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه. للتذكير فقط للساده المشاهدين ديال القناه ويب تي في، بان البلاد ديالنا الحمد لله حدت واحد الاستراتيجيه ديال السلامه الطرقيه العشريه 2017، الاجراءات التي تقومون بها لتحسين مستوى السلامه الطرقيه العشريه 2017 2026. ما هي اهم يعني النقاط التي جاءت بهذه الاستراتيجيه؟ هذه الاستراتيجيه باش نذكر الساده المشاهدين بانها كتعتمد على 10 ديال واحد 10 ديال الكلمات، يمكن الا ما كنا نقول نسميها هكذا. اولا هناك 5 رهانات استراتيجيه، ثم هناك 5 ديال الاعمده علاش كتعتمد هذه الرهانات. الرهان الاول هو كل ما يتعلق بالراجلين. الراجلين لماذا حددناه كرهان اول؟ لان العدد ديال الاقلام على الاسف الشديد في البلاد ديالنا من 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 الراجلين من من من, من الراجلين هو تقريبا 1000، وتيمثلوا تقريبا 28% ديال عدد القتلى. وبالتالي ما يمكنناش هذا العدد هذا وهذه النسبه الامويه المخيفه انه نسوها، لابد ندير اجراءات عمليه للتخفيف من العدد ديال القتلى في المستوى ديال الراجلين. الرهان الثاني هو كل ما يتعلق بالدرجات الناريه. الدرجات الناريه حتى هما تقريبا المستوى النسبه ديال القتلى من 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 من, من اصحاب الدرجات الناريه 24% ديال القتلى. تقريبا 800 تقريبا ما بين الراجلين اللي كيسميهم مستعمل طريق دوي منعدم الحمايه، تقريبا كيشكلوا النصف. اذا راه المغربي الا نجح غير في هذا النصف غادي يرجع، غادي ينجح ان شاء الله في الاستراتيجيه كلها. وكاين بطبيعه الحال السيارات اللي تدرس تدي الحادثه بوحدها، وكاين كذلك الاطفال اقل من 14 سنه، وكاين كل ما يتعلق بالنقل المهني. هادو هما 5 ديال الرهانات. علاش 5 ديال الرهانات؟ اذا جمعنا العدد ديال القتلى اللي كتهم هاد الرهانات كنوصلوا 86% ديال القتلى، وبالتالي كنطبقوا هذيك القاعده ديال 20 80. اذا بالمجهود ديال 20% يمكننا نبلغوا الهدف ديال 86%. نعم، يمكن القاد عدد. اذا باش ما يمكنناش نشتتوا ونفككوا المجهودات. واين وصل تنزيل هذه الاستراتيجيه؟ الحمد لله بدينا في التنزيل ديالها الاول، لان كتعرفوا بانه السيد رئيس الحكومه، اللجنه البيئيه الوزاريه التي تراسها السيد رئيس الحكومه صدقت على الاستراتيجيه في 18 ماي 2017. وبدينا اذا التنزيل ديالها في سنه 2017، والحمد لله تنقول بان النتائج اللي وصلنا لها في 2017 هي غير زعما ماشي بحال داكشي اللي كنا كننتظروا، ولكن نتائج مشجعه، لان حددنا كهدف باش نخفضوا العدد القتلى 3% بالنسبه ل 2017، حققنا فيها ناقص 1.56. مع العلم وهذا الشيء خص الساده المشاهدين يعرفوه، بان العدد ديال السيارات الحاضره المستوى ديال الحاضره في المغرب يتطور كل سنه بزياده تقريبا 6 حتى 7%. ثانيا واحد المعطى اللي هو مهم جدا، ماشي غير عدد العربات ولكن اللي كيتسموها الحركيه. اشنا هي الحركيه؟ الحركيه هو كناخذوا العدد ديال العربات وكنضربوها في المسافه اللي كتضرب كل عربه في السنه. وكنعرفوا الحمد لله بان المغاربه ولاو كيسافروا بزاف، راه ما بقاش دابا ذاك الوقت فاش مثلا الاسره المغربيه مثلا السبت والاحد ثقافه ديال التنقل وديال السفر ولات الحمد لله دابا في المغرب. وهذا راه ارتبط واحد الارتباط وثيق بالتحسن ديال مستوى العيش ديال المغاربه، ان كذلك واحد العدد ديال الاسر المغربيه ولات كتملك السياره الى اخره. وما هو يعني
يعني السبب في نظركم الذي يعني يقف امام تحقيق الهدف ديال 3%؟ لماذا يعني حققتم فقط النصف؟ ما هي يعني الاسباب؟ هل المواطن؟ هل السلوك؟ هل الطرق؟ دابا انا هذا السؤال ديالك الاستاذه الكريمه كيجعلني انه باش نكمل التدخل ديالي فيما يخص الرهانات، لان ما يمكنليش نقول الرهانات بلا ما نقول الاعمده. علاش كتعتمد الاستراتيجيه؟ الاستراتيجيه كتعتمد على خمسه الاعمده. العمود الاول هو كل ما يتعلق بالحكامه ديال تدبير السلامه الطرقيه، وهنا كنظن بان المغرب ديالنا يمكن لها تفتخر بانه وضعت واحد العدد ديال الاجهزه ديال الوسائل ديال التدبير ديال السلامه الطرقيه. كاين هناك اللجنه البيئيه الوزاريه التي تراسها رئيس الحكومه، كاين اللجنه الدائمه للسلامه الطرقيه التي تراسها السيد وزير النقل، وكاين اللجنه الجهويه للسلامه الطرقيه التي تراسها السيد الولات. هذا العمود الاول. العمود الثاني هو العربه اكثر امانا، لان راه مزيان يكون عندنا هاد الرهانات، ولكن ما كانش السياره حتى هي ما كانتش امنه كتوفرها اجهزه السلامه الى اخره، ما يمكنناش نحققوا الاهداف. العمود الثالث هو التجهيزات الاساسيه اكثر امانا، لان الطريق كما تيقولوا ولو انه السائق مثلا يقدر يكون يغلط، ولكن خص تكون طريق رحيمه اللي كيسموها لا غوت انديلجونس، التشوير وكنديروا الاكتاد وكندير بانه كتقبل هذاك الخطا اللي تيرتكبه مستعمل الطريق، لان مستعمل الطريق واخا يدير الانتباه ديالو حتى عيا، لابد انه في لحظه من اللحظات انه تتكون شي هفوه ولا شي حاجه، وبالتالي هذيك الهفوات اللي كيدير مستعمل الطريق كيخص الطريق تقبلها منه، اللي كتسمى رحيمه اكثر. هذا هو العمود الثالث، هو كل ما يتعلق ب بسميتو كنا الرابع. دابا الرابع هو كل ما يتعلق بلي سوكور بوست اكسيدون، العلاجات ولا الاسعافات اللي كنقدموها لضحايا حوادث السير بعد الحادثه. كيخص الانسان اللي الله سبحانه وتعالى انه جعلنا ما ماتش في مكان الحادثه، كيخص يكون يوصلوه للمكان ديال الاسعافات في اقرب وقت ممكن، لان واحد العدد ديال الناس يمكن الى باقي طول العمر ليهم بطبيعه الحال، لان اعمر بيد الله. هنا كنظن تدخل عدد من الفاعلين، كاين تدخل كاين تدخل كاين مجهودات جباره كيديروها وزاره الصحه والوقايه المدنيه والجماعات المحليه باش كيوفروا السيارات ديال الاسعاف. وكاين هناك واحد البرنامج عمل منسق ومضبوط درناه مع هاد المتدخلين في تقديم الاسعافات الاوليه، يعني هناك تفاعل ايجابي جدا ويمكننا نختفروا به ويمكننا نعتزوا به ويمكننا نشكروا هاد الناس هادو اللي كيتدخلوا في هاد الاسعافات المقدمه بعد الحادثه. وكاين العمود الرابع الخامس والاخير، وماشي درتو الخامس بانه غير مهم، لا بالعاني خليته الخامس لانه هو المهم جدا، ربما يشمل جميع هو السلوك ديال المستعمل ديال الطريق. السلوك ديال مستعمل الطريق انا كنظن بانه الى عرفنا بانه السبب ديال 90% ديال الحوادث السير كيدخل فيها العنصر البشري، وبالتالي الى ما نجحناش في هذا العمود ديال اللي هو تغيير السلوك ديال مستعمل الطريق راه ما نجحناش. وباش نغيروا السلوك هناك اربعه ديال الرافعات باش يمكننا نغيروا السلوك ديال مستعمل ديال الطريق. الرافعه الاولى ولا لوفي اللي كيسموها بالفرنسا هو لوفي الاول، الرافعه الاولى هو التكوين. التكوين لابد الانسان يكون تكون سائقين، وهنا راه واحد العدد ديال الاجراءات درتها الوزاره ديالنا وراه المواطنين كلها تتبعوها باش يمكننا نديروا الرفع من المستوى ديال رخصه السياقه المغربيه. هناك واحد العدد ديال الاجراءات اللي كتهم الامتحان النظري، واحد العدد ديال الاجراءات اللي كتهم الامتحان التطبيقي، واحد الاجراءات اللي كتهم السياره ديال التعليم، واحد الاجراءات اللي كتهم المؤسسه ديال التعليم السياقه الى اخره، والهدف ديالها كلها هو ان وما هو تقييمكم يعني هل الحمد لله كلها؟ الحمد لله. لا شوف، كل ما هو جديد وكل ما هو اصلاح كيخصو الوقت وكيخصو الصبر، لان المهني بطبيعه الحال كيشوفوا بانه اكراهات هذا الاصلاح تتشكل لهم واحد الاكراهات، ولكن بالحوار وبالتفاهم وبواحد العدد ديال اللقاءات اللي كيترأسها السيد الوزير شخصيا وكنترأسها انا وكان من اللجنه التقنيه الى اخره، كنستطيعوا انه الحمد لله نغلبوا الجانب ديال التفاهم على الجانب ديال المواجهه مع المهنيين. كاين الرافعه الثانيه هو التحسيس، دونك كاين التكوين التحسيس، وهنا لابد ان اشيد بما تقوم به اللجنه الوطنيه للوقايه والحمايه ديال السير من اجراءات عمليه ومجهودات جباره
في اجل التحسيس ديال المواطن كيف ما كان النوع ديالو الى اخره، وعلى جميع المستويات وفي جميع المدن المغربيه، كانت هناك في البوادي ولا في القرى ولا في المدن الى اخره، وفي المناسبات ديال العطل الصيفيه ولا ديال العطل ديال الاعياد الى اخره. هناك الرافعه الثالثه هو المراقبه، لان هناك من المواطنين اللي السلوك ديالهم كيتغير غير بالتكوين، كاين اللي خصهم التكوين والتحسيس، كاين اللي التكوين والتحسيس ما كيدي منهم والو، هادوك تيخصنا واحد الرافعه اخرى ثالثه هي والمراقبه. المراقبه والرافعه الرابعه والاخيره هو العقوبه، لانه لا اثر للمراقبه الا ما كانت هناك العقوبه. هنا لابد ان اشيد بالعمل الجبار الذي تقوم به الهيئات ديال المراقبه التابعه للدرك الملكي وللامن الوطني، وكذلك المراقبه الطرقيه التابعه لوزاره التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وكاين هناك كذلك واحد الاجراء اللي هو مهم جدا، وكنظن بان البلاد ديالنا خصها تمشي في المستقبل، لانه ناجع وكيعطي نتائج ملموسه وكيعطي نتائج فعليه وفعاله، الا وهو المراقبه الاوتوماتيكيه. المراقبه الاوتوماتيكيه كنظن بان البلاد ديالنا خصها تستافد من جميع التجارب اللي شهدتها الدول المتقدمه والمتطوره واللي ربحات الرهان ديال الصرامه الطرقيه. كيخصنا نشوفوا كما تيقولوا بالفرنسوي فا باغي انفونتي لاغو، اللي قالوا ذاك الناس وعطى نتائج حنا خصنا نديروا. وهنا الحمد لله المسؤولين على جميع المستويات هما مقتنعين بانه خصنا ان شاء الله في المستقبل نطوروا هذا الشيء كل ما هو المراقبه الاوتوماتيكيه. وهنايا راه السيد الوزير في الكلمه يعني ديالو باش نقربوا المواطن اكثر لهذ المراقبه الاوتوماتيكيه، اش المراقبه هي اللي كتوقع تقوم بها الاله. راه السيد الوزير في الرادارات الثابته، الرادارات المتحركه، الرادارات اللي هي علامه السيارات الى اخره، جميع الرادارات، وماشي غير المراقبه ديال السرعه. هناك الان رادارات اللي كتراقب السرعه، هناك رادارات اللي كتراقب الاحترام ديال الضوء الاحمر، هناك الرادارات اللي كتحترم علامات قيف، هناك الرادارات اللي كتراقب الاحترام ديال المسار، واش ما خرجتيش من المسار ديالك ولا ما خرجتيش، واش ضبطتي في الخط المتصل ولا ما ضبطتيش في الخط المتصل. هناك واحد العدد ديال الرادارات كذلك اللي غنديرهم لاول مره في المغرب، واللي كيسموهم تيراقبوا واحد لو ترونسون، واحد كيسموه واحد المقطع واحد المقطع يمكن نمشي واحد 30 كيلومتر. لان المواطن مع الاسف الشديد اللي لاحظنا هو ذوك الرادارات الثابته اللي كيراقبوا السرعه في نقطه محدده، كاين الناس اللي حافظين هذوك البلايص غير كيوصل الرادار كيخفض من السرعه، غير كيفوت الرادار كيزيد عاد ثاني. ماشي هذا هو الهدف المنشود من الرادارات. خصو السلوك ديالو يتبدل، لانه حنا اللي قلنا له هذيك السرعه راه محدوده، خصو يعرف بانه في المصلحه ديالو وباش نحميو الحياه ديالو، ماشي باش نديرو له اكراه كاكراه. كاين اللي كياخذ دابا هذيك تحديد السرعه كاكراه، هي راه ماشي كاكراه. الان هاد الناس هادو حتى هما درنا لهم واحد الخطه ان شاء الله في المستقبل، واللي كنديروهم الرادارات اللي كيراقبوا واحد المقطع، تيكون جوج الرادارات، واحد الرادار تيكون في المدخل ديال المقطع، واحد الرادار تيكون في الخروج ديال المقطع، وهذا المقطع يقدر يمشي يمكن يمشي حتى 30 كيلومتر. اذا السياره ملي كتدخل المقطع تتصور جميع السيارات، وملي تتخرج كيصور غير اللي ما احترمتش السرعه، المعدل ديال السرعه. وكنظن ان شاء الله ملي غندور هذه الرادارات لابد انه هذوك المواطنين. نقطه اخرى سيد بعملت هي مهمه، نقطه المراقبه التقنيه للسيارات، يعني ما هي الاجراءات التي تقوم المراقبه التقنيه؟ هناك ورش كبير يعني هناك ورش كبير كنديروه وكنفعلوه، وعندنا اجراءات عمليه ملموسه مضبوطه اللي درناها، واحد المصفوفه ديال الاجراءات اللي كننفذوها مع الشبكات ديال المراقبه التقنيه ومع المراكز المراقبه التقنيه، واللي يتلج الصدر بانه الشبكات ولا الجمعيات ديال المراكز ديال المراقبه التقنيه منخرطين مع الوزاره في هذا الورش ديال الاصلاح ديال المراقبه التقنيه. لانه لاول مره، والساده المشاهدين عرفوا هذه المعلومه كنظن بانها مهمه جدا بالنسبه لجميع المغاربه، لاول مره الحاضره ديال السياره في المغرب فات 4 مليون ديال السياره عربه، 4 مليون فتناها في اخر سنه 2017. هناك تجاوزات اكيد في هذه المراكز، تجاوزات في المراقبه. دابا شوف الكمال لله، يعني كيف تقوم الكمال لله يعني سبحانه وتعالى. الكمال لله سبحانه وتعالى، خصكم تعرفوا بانه الان جميع المراكز ديال المراقبه التقنيه كلهم مرتبطين بالوزاره عبر واحد المنظومه المعلوماتيه. راه في الاستطاعه ديالنا دابا اي مركز تقول لنا مثلا شنو هما السيارات اللي دوزوا، غنقول لك ها السيارات اللي دوزوا فوقاش دوزوا وبالصوره وبالتاريخ
وبالدقيقة وبالساعة وبالثانية وبشكون اللي دار، شكون هو المراقب اللي دار المراقبة. إذا هناك واللي حصلناهم كيكونوا واحد العملية ديال الافتحاص، راه كل سنة جميع المراكز كنقوموا الافتحاص ديالهم وكنشوفوا إذا كاينين تجاوزات، راه كيتلقاو الجزاء، كتاخذوا إجراءات ما فيهاش النقاش، بحيث أنه كاين مثلا هذوك الفاحصين ليزاجون فيزيتور اللي سحبنا منهم الاعتماد زعما بصفة نهائية بها نهاية، بحال مثلا اللي كيعطي الشهادة ديال الفحص التقني لواحد السيارة اللي أصلا ما شادش كاع المركز. حصلناهم وبالنظام المعلوماتي وبالتدقيق وضبط الصور الى اخره، استطعنا يعني الصرامه هي اللي غتساعد، هي اللي غادي تساعد، هي اللي غادي تساعد، هي اللي غادي تساعد، لان شوف فيها. شوف دابا راه يمكن ليك تقعد تحكم في كل شيء الا العقل ديال بنادم، صعب باش تحكم فيه، ولكن حنا كندوري اجراءات باش يمكننا اللي غلط يؤدي. هذا هو اللي كندير. اخر سؤال سيد بعمال، يعني كيف تقيمون الشراكه يعني بين المغرب والدول الافريقيه، خاصه اننا نتواجد الان في فعاليات المنتدى الافريقي الاول للسلامه الطرقيه في مجال السلامه الطرقيه، يعني ما هي يعني تقييمكم بصفه يعني مختصره؟ الان بين كل، باش نتكلم زعما بكل صدق بكل اخلاص، الشراكه مع الدول الافريقيه الحمد لله بدات، ولكن بدات يمكن نقول شويه محتشمه، وكنظن بانه هذا اللقاء وهنايا بطبيعه الحال عندنا واحد العدد ديال على الاقل اللي كيسموهم ميموراندوم دونتونت، مذكره تفاهم اللي كتهم، ماشي كتهم غير السلامه الطرقيه، كتهم جميع كل ما يتعلق بنقل الطرق والسلامه الطرقيه، مع واحد العدد ديال الدول فيها مالي. هل هو ايجابي؟ هو ايجابي، ولكن كنقول بانه غير 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 سي با سوفيزون، غير كافي. وكنظن بانه هذا الملتقى، هذا المنتدى، تنظن تنعتبره انا فرصه سانحه باش يمكن ان شاء الله نزيدوا من الوتيره ديال التعاون مع الدول الافريقيه. لماذا؟ لان السلامه الطرقيه ولا حوادث سير ليس لها موطن، هي آفة كتهم جميع الدول عبر العالم وخاصة الدول الإفريقية، وبالتالي أنا كنظن بأنه هذه الأرقام هي 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 تسائلنا جميعا وتضع على عاتقنا مسؤولية جسيمة حتى نتمكن إن شاء الله من تطوير الشراكات مع الدول الإفريقية، والهدف إن شاء الله أنه نقلصوا من هذه الآفة في الدول الإفريقية وتولي مثلا المعدل ديال عدد القتال كل 100 ألف نسمة في الدول الإفريقية تكون حتى هي بحال المستوى الدولي والمستوى الأوروبي. ولماذا لا؟ هناك جميع يعني الشروط وانتم تعملون على ذلك. نتمنى لكم التوفيق سيد بعمال، وشكرا على كل هذه المعلومات. أتمنى لقناة ويب تي في كامل النجاح والتوفيق والديمومة والاستمرارية إن شاء الله، وكنت مليك تنتي توفيق إن شاء الله والنجاح في العمل ديالك. أهلا وسهلا. لا شكر على وجه لأننا غد نشكركم. شكرا. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن متابعتكم وإلى لقاء قادم بحول الله.